وجهزناها حق المعرض. نشوف قبل. هاي وصلت. طبعا هذا شنو شكله يدور؟ الله، وصلت القاعة توني. ويني ويني ويني، توني شفت عمري، ويني توني شفت نفسي، ويني 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 ويني. هذيل المرشات الجديدة، مهرة وشرقية. شلون مبيعاتهم؟ حلوة ممتازية شرقية أدري. لأن أول ما جينا هذا فعلا نمبر ون. حب الكبير خلاص، والناس جاية تسأل عن هذا شنو. هذا عنبر سبايسي، إيش رأيك؟ عنبر سبايسي. الحين إيه هو الأقوى؟ أنت كيفك؟ حب الكبير خلص، عنبر سبايسي جاية حق الحب الكبير. طبعا ما شاء الله نورني البوث ابو خالد، ما شاء الله البوث يونس. شوفوا لبن اليانا، هلو حي الله من ياني، الله يسلمك. ما شاء الله، الله يزيدهم. امين. يعطيكم العافية حق هالحضور الحلو الراقي الجميل. انا طبعا مشيت لان ما اقدر اوقف من الركبة، عندي حدها تعبانة. بس حبايب قلبي، امهاتي اللي يوني يتعنوا لي، هذيلي ما بين عجيبين، ينننون يهبنون. الله يطول بعمركم ويحفظكم ويخليكم يا رب. وبالنسبة حق عطر الحب الكبير، وايد يوله اليوم اللي انا موجودة هناك، وهو مخلص من المعرض، لكن باكر راح تيجي شحنة ان شاء الله توصل حق المعرض. وفي موجود في البوتيك الحب الكبير، خلص اليوم من المعرض لكن موجود في البوتيك، وباكر ان شاء الله تيجي شحنه حق المعرض. رجعت البيت وغسلت وجهي ونظفته، ومثل ما كنتوا معاي شفتوني شنو استخدمت قبل من هذه الماركة. استخدمت قبل اول ما ياني الماسك الاول، وقبل كم يوم استخدمت الماسك الثاني الكولاجين. اليوم بجرب هذا الماسك مال تفتيح اللون. طبعا اول خطوة هذه الغسول الفوم اللي مع الماء، بعدين الخطوة هذه، بعدين هذه الثالثة. طبعا هو فوم، توزعينه على وجهك وتغسلينه بالماء. هذا تنظيف الوجه بالمرحلة الاولى قبل الماسك. غسلت وجهي بالمرحلة الاولى الفوم، الحين بطلت المرحلة الثانية، هذه صايرة كأنها سيرم. تشوفون أحطها على وجهي، عقب نحط الماسك. قال حط اللي كأنها سيرم. والحين المرحلة الثالثة الماسك. تشوفون شلون تحسونه يقوطر. شوفون آخر مرحلة. شوف البنات اللي تحتفلين، هم وجهي هرق. انا مو بس انتو تحتفلون، حتى انا احتفل وياكم. ايش رايكم بس بالقناع اللي انا حاطته؟ حلو حلو. انا محتفله وياهم الحين بال اخترعوا. قلت لكم جورا شلون البوفيه. بنات شلون البوفيه؟ ها شلون البوفيه؟ قاعد اسوي سناب ابي صوت عالي. شلون البوفيه؟ لذيذ. بالعافيه. ركزوا يلا، انا الحين قاعده بالقناع بتذكر وياكم. يلا احتفل مع بناتي. يلا تعال تعال تعال. شنو أكثر واحد يحب لهم؟ عنبر سبايسي. هذا
تحبين شنو؟ انا احب الحب الكبير وعنبر سبايسي. الحب الكبير وينه؟ خلص عنبر سبايسي. عنبر سبايسي للأمانة جد جد يا بنات، هذه الماركة الكورية مالت الوي شيء خيال، شيء وايد حلو، وايد وايد حلو. تجللون لها الكوريين الناس تحسون الوي رطب رطب رطب، شيء شاب شبعان رطوبة، شبعان شبعان رطوبة. وايد وايد يجللون لها الكوريين، ما نروح هناك نسوي الحنش الكوري، شو نسوي؟ هذا حطيت بميتين ملي مع قفشتين اللي موجودة فيه 12 جرام، وهذه المكينة الجلاس منهم، حتى هذا الجلاس من الشركة نفسها، فاستخدم فيه الكولاجين واستخدم فيه ديتوكس واستخدم فيه هذا. بعد يخلط بروحة يدق مهني وتخلط. الحين ماما مورنينج كولاجين شعر كيراتين قبل النوم، اوكي؟ يعني هذا قبل النوم، هذاك بعد النوم، اوكي؟ قولي اوكي. اوكي ابيكم تسمعون هالموهبه الجميله، يلا قصري. حبيت وبيني وبين نفسي وما قلت لوش علي بنفسي، ما عرف شي يحصل لي لما بشوف عيني، ما لقيتش عارفة اقول له ايه، ما عرف شي ليه خبيت عليه، بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه، كل حب والدنيا قلبي ليك. الله يا رتوج يا حلوج كده يا قلبي، حتى مني يا كل حاجة حلوة بيا. الله كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، كده يا قلبي حتى مني يا كل حاجة حلوة في يا كده كده هتمشي تسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، ياني الله ياني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني، كنت روحي لما كان جوه. طبعا طعمه عصير لذيذ، طعم شرب، لا تحاتون تقولون مر، لا شنكم قاعد تشربون عصير قهوة، شنه صاير مانجا مشمش ما ادري شنو هو، طعمه حلو. شنو ما ادري شنو ما ادري والله، مانجا ما ادري مشمش والله.